هي بالاساس قبل ما تكون رساله سياسيه هي رساله ممكن صحفيه صحفيه، رساله تضامن بيننا وبين الزملاء في تركيا. اليوم تعرف اليوم لا يقل عن 170 صحافي في مسجونين وفيهم المتهم في قضايا ارهابيه على خلفيه مواقفه السياسيه من محاوله الانقلاب، على خلفيه مواقفه السياسيه من قضايا قوميه من قضايا اموميه كما القضيه الكرديه او من قضيه التقارب بين او ما يسمى بالتقارب او تسهيل او دور الاساس التركي في سوريا في الحرب الدائره في سوريا. هي بالاساس حبينا نوصل اليوم رساله الى زملائنا في تركيا، وكونوا رانا ماناش نسينكم لانه واحنا منضمين معاكم. تعرف هذه رساله معنويه ورمزيه كبيره برشا، لانه احنا كصحفيين تونسي عشنا هالمرحله هذه قبل في عهد بن علي. يعني اليوم كيف يمكن محاسبه صحفي على نقله لخبر؟ فبالتالي اليوم الرسالة اللي نوجهوها للحكومة التركية بصفة عامة من خلال هذه الوقفة إنه اليوم من غير المسموح إنه يكون صحفي وراء القضبان بسبب نقل خبر أو نقل تفاصيل وبعض المعطيات حول ما حدث في تركيا خلال 2016 أو ما يحدث اليوم. فبالتالي صحفي هو أمين على واقع المواطن ونقله لشواغله وللاعتداءات التي تعرض لها أو للانتهاكات. حقوق الإنسان ليس جريمة، هو دوره الأساسي في عمله، وضرورة احترام طبيعة العمل الصحفي واحترام حرية التعبير باعتبارها المقاوم الأساسي لقيام أي حكم، وأي محاولة للمس من هذه الحرية هو يعتبر مساس بمسار التركيز أي حكم ديمقراطي في أي دولة ومساس بحقوق المواطنين فيها. أردناها أيضا رسالة أو إلى رئيس الجمهورية التونسية، نتمنى يعني احنا بالنسبة لنا كون رئيس الجمهورية يتطرق لهذا الموضوع أو يوصله هذا الموضوع. تعرف اليوم تونس أو التجربة التونسية هي بالنسبة لنا منارة في الحريات، أهم شيء الحرية كبير برشا في تونس اليوم، ونحب كون تونس هي تكون منارة الحريات في المنطقة الوحيدة، يعني في المنطقة العربية ولما لا حتى في على المستوى الإفريقي حتى على المستوى الدولي. هذا شحبينا نوصله من بالأساس من هذه الوقفة الاحتجاجية.